شيئا فشيئا تتحول هجمات الحوثيين البحرية إلى معضلة عالمية لا تملك واشنطن ولا غيرها من الدول الكبرى مفاتيح حلها، ولا يبدو أن ثمة طرفا إقليميا قادرا هو الآخر على احتوائها بعد أن فشلت في ذلك الولايات المتحدة، وهي التي تتحكم بخيوط اللعبة عالميا. وبعد عام من محاولات التصدي لهجمات الجماعة أو تخفيف حدتها، تقف الإدارة الأمريكية عاجزة، وهي التي حشدت أسطولا عسكريا ضخما بات عبئا عليها، بدلا من أن يكون أداة ردع ووسيلة إخافة للجماعة اليمنية التي أظهرت قدرات غير مألوفة. وبعيدا عن حرب غزة ولبنان، تأخذ المواجهة بين الجيش الأمريكي والحوثيين طابعا مستقلا، وربما تتحول على المدى القريب إلى حرب واسعة النطاق قد لا تملك واشنطن القدرة على الخروج منها بدون هزيمة وخسائر. آخر التقديرات الأمريكية تشير إلى أن قدرات الجماعة باتت مخيفة بما تحويه من صواريخ وأسلحة متطورة بشكل متزايد، فالحوثيون باتوا قادرين على القيام بأشياء مذهلة وفقا لمستشارين عسكريين أمريكيين تحدثوا في ندوة نظمها موقع أكسيوس الأمريكي. ولعل الهجوم الأخير الذي نفذته الجماعة على مدمرات أمريكية في باب المندب يمثل مؤشرا على حجم التحديات التي تواجه الأسطول الأمريكي الضارب في محيط اليمن، فهذا الهجوم أظهر رباطة جأش الجماعة اليمنية وعدم اكتراثها بالتهديدات الأمريكية والحشود البحرية والعقوبات الأممية. مشهد بحري دفع الولايات المتحدة إلى سحب أصولها الكبرى من مياه اليمن خوفا من تعرضها لهجوم قد لا يمكن ردعه، ذلك أن البحرية الأمريكية لم تتعود على هذا النوع من الحروب حيث تكون أصولها مكشوفة كليا للخصم. ولا يجب إغفال عقدة الأمريكيين من الحروب البحرية، وهم الذين سجلوا أعظم هزيمة في تاريخهم عام 1941 حينما دمر اليابانيون الأسطول الأمريكي في ميناء بيرل هاربر في حادثة غيرت مسار الحرب العالمية الثانية برمتها. واليوم يلوح الأمريكيون بالقوة ويستعرضون قواتهم الضاربة في محيط اليمن ويحشدون القوى الداخلية والإقليمية في محاولة لردع الجماعة، لكن الاستجابة لا تبدو مرضية، ما يضع الإدارة الأمريكية الجديدة أمام خيارات صعبة. وعلى بعد أسابيع من تولي الرئيس الجديد دونالد ترامب قيادة أمريكا، ينتظر أن تكون واشنطن أكثر حسما مع الجماعة، ولا يستبعد أن تدفع إدارة ترامب دولا في الإقليم لخوض حروب نيابة عنها ضد الحوثيين، ما يعني فصلا جديدا من الصراع الدولي الذي قد يلتهم قواعد ومصالح وربما دولا برمتها.